السلام عليكم. ما زالت بعض صور دخول المدرسة تصنع الحدث والجدل في الجزائر، وخاصة بعد انخفاض القدرة الشرائية واستنزاف جيوب الأولياء بسبب الارتفاع الكبير والجنون في الأسعار، وخاصة المستلزمات المدرسية والتي زاد سعرها بأضعاف مضاعفة ما كانت عليه في الآونة الأخيرة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لتلاميذ في أول أيام الدخول المدرسي يوم الأربعاء ظهروا وهم في حالة مزرية بسبب الفقر المدقع. فبعد تداول صور تلميذ صباح اليوم وهو في آخر الصف بدون محفظة وبدون أدوات مدرسية، تداول آخرون صورة أخرى ومحزنة جدا ومؤثرة للتلميذة، كانت وسط زميلتها وهي ترتدي ملابس قديمة جدا، وحتى إنها لم تكن ترتدي حذاء جديد. وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصور المحزنة والمؤلمة، ودعوى السلطات المحلية بضرورة الإسراع في إحصاء التلاميذ من هذه الفئات الهشة وشراء كل ما يلزم لهم من مستلزمات دراسية وملابس وغيرها.